مده ما درت فيديو بحال هكا في البيت هكا ديريكت مزيان. شي مرة تيكون عندك امتحان مع 8 وكتصبح داك الصباح ناعس موراها فاش كتمشي كدير استطلاع الرأي كتشوف شكون جا شكون ما جاش كيفاش داز الامتحان ما جيتيش اصبحت ناعس اصاحبي وناعس مع 9 دوزنا واحد الفرد ورا فراسي اصاحبي غير خلاها الله وصافي كي كان داك الفرد هذا الساهل كلشي نقل كلشي نقل كلشي نقل حتى النهار ما جيتش انا لا انتوما بجوج صافي شكون ما جاش انت وداك صاحبك داك صاحبك ولا كيدوز عندك شي مرات مع جوج ديال النهار الحمير كيعرفو من جهه الصاد عاوتاني دزتي عندي عاود ناخذو شي غرض غير نرجعو يلا غير هنا غير هنا ورجعو دابا غنرجعو صافي يلا غرض غير هنا ورجعو زيد صاحبي ولا فتو عكس زيد صاحبي راه غير هنا ولا فتو عكس ما عندك صاحبي زيد صاحبي غير ادغي هنا ورجعوا وما عندي ما ندير لك الصخره تاع الكساس ما عندي ما ندير لك صون عليهم الو وانا ما غاديش نبات في الدار النهار عندي شي غرض انا وصاحبي كلشي واعر كلشي بخير الحمد لله انت راجل يلا الو الوالده انا ما غاديش نجي هاد الشهر للدار عندي شي غرض انا وصاحبي كنقضيوه الو الوالده راه هاد العام ما غاديش نجي نسكن معاكم راه عندي واحد الغرض كنقضي انا وصاحبي واحد التليفون شريته هو تاع براوي ديال برا ديال برا اي زوين فيه زوين جديد لا غالي هذا يحاول عليه راه غالي شويه ياك غالي لا هذا هو تاع هذا براوي اه باينه فيه جديد لا جديد هذا ب 5000 درهم اه 5000 درهم وغير صيدته الكاميرا ديالو احسن من الايفون ما عاد مصيدتي هذا لا صيدته عند واحد الدري تا هو كيفهم في هذا الشيء راه بياسه خامجه دبر لك عليها خامجه راه مريضه هذه البياسه خدام هو ما خدامش ملي قالك غير 3 ايام يبقى طافي عادي شحال قالك يدخل ليزانستالاسيون ديالو وداك المسائل ديالو زعما باين عليه جديد وما خدامش واه جديد وني راه مش ما خدامش راه خدام غير هو كيقاد مسائلو داخل راه براوي هذا ما كيجيش ويخدم بحال هذاك كان عندي انا ايوا انا تا خصها الهضره راه براوي هذا اسمي ماشي ديال وجهك قاعد شوف ماشي ديال وجهك باين فيه ماشي ديال وجهي بلاتي نشوف الله الا بحال هذاك كان عندي والله الا هو بالله عاودينا على الشيطان هو وجهك ماشي ديك الذوب لا ماشي ديال الكذوب ما كاينش عندك هذا راه هذا نحلف عليه ديالي هذا ملي جبتي هذا راه واحد اللي كيبيعو في المغرب هذا كان عندي هذا واحد اللي كيبيعو عرفتي بشحال شريت شحال 100 درهم هذا من بحالي انا على الدراري واحد اللي باعو لي صاحبي هذا راه ما يمشيش صاحبي اللي باع لي انا واش هذاك صاحبنا هذا صاحبنا اللي باع لي هذاك راه اليهودي سيدك باعو لي 100 درهم هذا داز عندي اش داز عندك راه خدام هذا لا ما خدامش هذا لا خاصو الكود ديالو هذا ما تلقاش الكود ديالو شري داك صاحبك بحال داك الاحساس فاش كيكون عندك واحد السروال عزيز عليك وكيمشي سير بعد عليا الله يرحم لك والدنا اخويا باغي نجلس مع راسي انا باغي نجلس بوحدي اخويا عمرك عطيت الضل للجمهور اصاحبي دور معنا هو جلس وسكت سكت تنطلع ضامك انت سكت باغي تنطلع ضامك مولير انت تنطلع ضامك هاد راه صاحبي معنا عرفتي انت والله الا جايبك شي حاجه السروال واش دابا حنا في 2020 كطلب لي السروال ما عندكش 100 درهم باش تشري سروال انت كطلبوا لي انا شكون قالك انا فيا البرص شكون قالك انا السروال اللي لبستو ما يجيش معاك انت انا عارف غير في الاول كتقلق موراها غتعطيني السروال يا صاحبي رب العالمين عزيزي فينا السروال دابا الدنيا كدور والبزيم كيفلق باش نوصف لكم الاحساس هو فاش كتكون شي بنت كتعجبك ومده وانت كتبعها في الليسي وكتعجبك وباغي تهضر معاها حتى واحد النهار وكتلاقاها معاها وكدوي انت وياها مال الزين قالت ما مرتاح والو بنت الحومه كنشوفك ديما في الحومه كتشوفينيش انت واقيلا اساس كتبان لي مرمره ديال الحومه المهم انا راه كتعجبيني مزيان راه قلت لك كتعجبيني فكنت داك شي حاجه اخرى باش تقول لي مزيان وقيلا بلا ما نزيد نسولك راه باين شنو كاين صافي راه بان الجواب لا ما بان لا باين لا صافي راه باين لا ما بانش حيت انا راني اونكوبل اونكوبل مع من؟ داك صاحبك من المميزات ديال داك صاحبك انه ديما كيسول فيك في بريكروت الحامضين 6 شهور الحبس للفوق كيسول الو واجي بشي ساطوره واجي راه واحد الدري تعدانا لما بنت الحمار نقلبوا لي داباني صح حنا واجدين الو واش صاحبي تفرض معنا راه غنجيبوا شي قرعه هاد الليله الو راه حنا بايتين الدري كاملين مجموع عندك جيب معك شي بنت باش ترعى لنا في الدار ولا شي حاجه جيب وحدك تراش عندي انا في الدار وداك صاحبك ديما معايبك مع باك فوق ما تكون مع باك كيخسر هو الهضره عافينا وشحال من مره في الصباح كتكون تجي باغي تقرا على راسك جيب واحد الانرجي زوينه باغي تقرا وكتلقى راسك تضربتي بتقرير صح دعونا نلتقي في الحصه القادمه
الهجيج ولا زلت تبتسم؟ ألا تحترمني؟ أتقرر يا الحمار تقرر نوض 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 راك مضروب تقرر ماشي أنا قلت يا أستاذ البنات غادروا القاعة راه بغيت نخسر راه واش مولا نضيع معاك دابا باش تجيب علاش؟ حيت جلستي حدا داك صاحبك وانت اصلا ما كتغيبش ما كتسلش ديما كتحضر ولكن واحد الوقيته كتلقى راسك كتغيب بزاف غنمشي بحالنا راه قريبه تصوني يلا مازال ما تصوني مازال شويه الحال مازال يخليك ريح اصاحبي شفت الصوانه كدير الروطار بحال انت واش باغي تدخل ما ديرناش الطياره اصاحبي ريح تريح اصلا دابا عندنا شنو عندنا عندنا الاجتماعيات بدا ديال الحرب العالميه شكون قتل هذا شكون هكذا شحال ماتوا في الحرب راه ماتوا اللي مات راه مات بعدا الفهامه بعدا الفهامه اصلا الحصه راه ما كيقيدش اصاحبي راه كيدخلوا غير البنات انا تقرا صاحبي بغيتي تدخل غير دخل ولكن راك مريوه الا دخلتي والله الا راك مريوه دابا غير نقول لك راه قرا تقول لي انت مريوه عاودي حمق شد دخل صاحبي دي صافي اصاحبي صافي هانت سلتها صاحبي هانت سلتها سلت يا سلام سالتيني بعدا ديري شي حاجه في حياتنا سلتنا سالتيني بعدا ديري شي حاجه في حياتنا سلتنا شي دابا القوال دخلتيش تقرا ياك ديال الرجله شكون وصل الوالد سالتيني بعدا ديري شي حاجه في حياتنا داك صاحبك فين الوالد مازال فايق نتايا انا مازال ما نعشش انا ما غاديكش نعس انا خصني نعرف مع من انا غادي الدار هادي شكون انا معلم انا ومن المشاركين هاد السقف هذا وديما حنا مع دخلت الباب لقاو كنا ديرنا البراجات هنايا والرومبوانات ما خلينا ندوزو نمشيو للناس على الوالد حاز لي مشيت جبت شي مضاد خسرني انا ما تيقش فيك انا انا خصني نعيط للبوليس دابا الخمسة الصباح الداخل شوف اللبسة شوف اللبسة ولا ركزتي معايا غير شوية غتلقى براه هاد اللباس انت ديجا ما كتلبسوش راه هو اللي قنعك به واخيرا لقيتي السيفيال هادي مزيرة هي شوية من هنا مزيانة ماشي مشكل واخا مزيراني باش بالمرجل فهمتي لا مزيانة مزيانة خصك شي حنشة لقيت الله يوفقك الساطورة هي هاديك اللبسة هي هاديك جاية مع نضاضة راه هكا اه هكا عادي جاية على حساب تيتيز غير نساهم دابا خرج بقى غير كتختار انت هذا هو الستيل ديال تيتيز صافي خصك تربي كلب تربي كلب فري وبطبيعة الحال اللي تبعتي غتكون النتيجة بحال هكا ايوا ابانوا النتائج خرجوا النتائج خرجوهم ايوا هو شي مرات راه كتبغي انت دير شي حاجه والاقدار ما كتبغي العكس الاقدار شي مرات كتبغي انت تمشي في اليمين كتصدق غادي في اليسار ما هكا اش درتي في النتائج تمشي واش هو شي مرات انت كتكون واش نجحتي ولا سقطتي بغيت نسمعها سمعها لي ايوا سقطت شديد معلم رجلة شديد غيبدا يحشم الاستاذ يقرا يقول لي قدك قدو صافي علاش شي استاذ ديال التعاقد تولي انت كبير عليه درتي فراسك الضحك ركزو درتي فراسك الضحك انت باغي تبريبار صاحبي من دابا للجهوي راه مازال له سيمانه صاحبي يلا اجمع عندك الكتب صاحبي يلا راه كنا زدت حور عندك لافيتاس عافينا نمشي معاك صاحبي راه للجهوي قلت تقرا راسك لا تقرا اجمع عندك الكتب يلا دبرتك في الانفيتاسيون يلا الزدحه صاحبي تشوف يلا صاحبي والله الا واش انت باغي تقرا من دابا صاحبي واش بغيتي والله الا تعقدي بقيتي كتقرا من دابا يلا صاحبي الزدحه مره اصلا دوك الزدحه ديال مره كنت حضرت ليهم لا علاقه ما كاين فيهم لا بنات لا والو اصلا البنت اللي كتعجبني راه ما كاينش تما هذيك غتكون صاحبي راه تاهي راه تاهي راه عزيز عليها الزدحه كتسنت ضفيط قطع يلا صاحبي راه يجيبوا ضفيط قطع في السيديات ويطلقوا لنا ونصفوا يلا يلا صاحبي ضرب غير ميل فيا صاحبي زيد اويلا كاين ميل فيا ونمشي ايوا احسن لك والنتيجه الزوينه هي اللي كتمشي كتشوف في الطابلو يفصل وكاتبينها كبيره حدا سميتي اش هاد الشوي يفصل طرتي علاش كاتبينها كبيره صاحبي عندك داك الدوشي بنتي انا بغيت نفصل تما لا ما تخافش اصاحبي درقه صاحبي راه كتبينها كبيره صاحبي هاني يا صاحبي ما كتبوها غير بشويه سترونا صاحبي كتبينها كبيره هذا ماشي خدمه هاد الاداره هذه والله ما خدمه برا والله ما خدمه هاد الاداره شنو غدير دابا في حياتك اش غندير في حياتي انا خصني بعدا نحيد هاد الورقه بعدا من هنا خصني نطير لا صاحبي نطير هاد الورقه صاحبي لا صاحبي راه الناس راه غيجيو التلاميذ يشوفوا يشوفوني انا يفصل شوف 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 يفصل صاحبي
علاش ماشي خدمه هذه؟ انا غنطير هذه الورقه هذه. لا لا بلاش اخي زيد. بلاتي اشوف شكون هو اول واحد في القسم. داك صاحبك. داك صاحبك. انت كاع ما كتكميش، ما عمرك فكرتي تكمي، ولكن فاش عرفتي داك صاحبك زعمتي دير القرو في امك. انت كتمشي للمدرسه ديما في الوقت، ولكن من عرفتي داك صاحبك اشي مشكل. داك صاحبك هو اللي كيوعدك ديما بشي حوايج وما كيوفيش بهم. داك صاحبك هو اللي خارج عليك وما عايقش به انت. داك صاحبك هو اللي خصك تبعد عليه اصلا. طرد من القنوات قلت لكم على القناه مع سي اسماعيل خصكم تسيبورطيو ودار واحد التجربه زوينه. اول يوتيوبر غيمشي حتى الايميل شير وغيصور لكم شي طقوس تما. المهم عاود لينا على التجربه ديالك. شكرا زيزو. سلام العائله ديال زيزو. شكرا لكم بزاف. واحد التجربه اللي هي زوينه في نواحي ايميل شير. صورت تما واحد المغاره وشي طقوس كيداروا تما كيديروهم النساء وغادي تشوفوهم في الفيديو ان شاء الله. المهم اول يوتيوبر غيوصل لديك المنطقه هو السيد هذا واحد المشقه صعيبه، ولكن داك سميتو راه دخلت باش نشوف لكم داك البوست وباش نبارطاجيها معكم وتشوفوهم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش الاشتراك في القناه. وشكرا لزيزو. شكرا لكم بزاف المتابعين ديال زيزو. هذا راه ولد البلاد هذا.